عيطت عليه تنبغي بزاف وما صغيتش بيه ولكن فرحان عليه تنبغي بزاف ولدي مرضي وراضي عليه دنيا واخيرا الحمد لله والشكر لله. واحد من الاولاد يقول يا خالتي راه خاصك ديكلاري ان ولدي راه شتفوا لي على راسه الحمد لله لان الكادو ديال ولدي الهديه ديال ولدي هي الجنه في هذا النهار. بغيتش نغرقهم ولكن علاش؟ لان عارفه ان ينصركم الله فلا غالب لكم. اللي وقع للولد ديالي هي نهار 8 اللي جاب الاربعاء في شهر ديسمبر جيت للدار وجا الولد ديالي قال لي راه داني راسي. انا كان تيسحب لي بانه في لا غريب مشيت لهذيك الليله لا والغد الاخر خديت ليه الدواء خديت على اساس انا على اساس تنعالجو على اساس انا عنده لا غريب. ومن هذيك الليله الولد فاش نبغيو نقلبوا ولا شحال تقول ماما راسي حركي يا راسي بحالك ماشي تبغي تقلب ورجليه كان تيحرك يديه ورجليه الا بغى يهز رجليه تيشد في السروال باش يهز رجليه وبقى بهذيك الحاله. المهم من السبيطار هزيتو للكلينيك لا ما مشيتش خص الحاله ديالو انا ما عرفتش نسحب غير لا غريب وصافي. لان واحد النهار جايين من الكلينيك في الليل ولقيت الدراري الصغار صحابو تيلعبوا وسولتهم قلت لهم واش ما توحشتوش اخوكم صاحبكم قالوا لي نمشيو نشوفو قلت لهم راه ما يخليكمش تشوفو وانا نجبد التصويره ديالو وانا وريتها لي كيفاش كان في لاغيا وريتها للدراري وواحد من الاولاد يقول يا خالتي راه خاصك ديكلاري. علاش بان ولدي راه شتفوا لي على راسه. انا بنتي هي اللي كانت في الواقعه ديك الساعه انا اللي كان فاش ضرب الدري مشات بنتي الكبيره مشات تغوت عليهم داكشي انا ما كانش التفاصيل ما كانتش عندي حيت انا كانوا الدراري دائما تيضربوا تيقرا معاه في نفس القسم داكشي يعني ما بانش هي تكون يعني القضيه توصل لها الدرجه. اش كان الدابز مع شي واحد لا قال لي انا مابقاش الدابز مع الدراري تنصالحهم هو تيفضل يقول لاختو تاخذ لي حقه وتحامي عليه. قبل ما ندي لاكلينيك كنت هزيتو لحد الفرماسيان ديالي على اساس باش ندي لواحد الطبيب فوق منا يهزي شي بوليكلينيك. مشيت تما عبروا لي الحراره وقالوا لي خاصو سكانر. السكانر كان داير 2000 درهم قلت لهم ما عنديش ويقولوا لي كتبوا لي لا بحال هكا ايرجون قالوا لي ديها لا 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 مستشفى الهاروشي. انا الوقت اللي قالوا لي بان الولد ديالي مات الله يرحمه انا كنت خديت عهد على نفسي قلت دابا صافي الولد راه الله يرحمه مات وكنت انا ما كنتش ندعيهم ولو الولد ديالي ندعي لهم الله سبحانه وتعالى. علاش؟ على اساس انا شفت انا درت الحلم شفت هو خاصهم بزاف د الحوايج يوقعوا ولكن شفت بان عندها دريه صغيره وهي عندها 22 عام وشفت نظره بعيده ما وشفت بان مستقبلا هذاك الشيء ولو حق ولدي انا انا كنعيم مثلا نظري نفسي ما يرضينيش وداك الشيء يعذبني واثرت باش انا نسمح لهم ولكن فاش ساقوا لي الناس الجيران بان انا نسمح لهم هما اللي مشاو هما اللي وصلوا لهذه الدرجه هذه هما اللي وصلوا ودابا انا تابعه الاجراءات القانونيه وصافي. حتى داك المسائل اللي قالوا لي وهاك اعترافات صريحه سمعتها انا في ودني وصبرت وما بغيتش نغرقهم ولكن علاش؟ لان عارفه ان ينصركم الله فلا غالب لكم باش حتى الا مشات وقعت لها شي حاجه نكون انا ما عنديش يد فيها ونبقى غاده مستمره في حياتي عاديه. هادشي اللي كاين اليوم مسكين اليوم زاد بحال هاد النهار هذا مسكين كانت هاد النهار تكون عنده كانت تكون عنده 12 عام هاد النهار الله يرحمه. وكان تتعجبو واحد الكاطو تندير هاد تشيز كيك وكان طالبني يا ماما تصوبي واحد تشيز كيك اللي كنتي صوبتي شحال هادي. كنت نكون في الدار تيجيني تليفون من لاكلينيك تقول لي الام ديال الشميشه ادم تنقول لهم تقول لي البركه في راس لوندومان تيقول راه باقي حي. فاش نمشي على اساس ولدي مات السيد السيكوريتي تيقول لي الا كان شي افي دي سي تيقول لي انا الاول. وانا عشت الموت ديال ولدي ما راه متكرر كانه ولدوا لي بزاف الاولاد الحمد لله والشكر لله على هذا الامتلاء. طيب ما تصدمش لان ما نعتبرها صدمه لانني الحمد لله دائما تنهيئ راسي نفسانيا لاسوء الاحداث وتنتعايش معها قبل ما توقع
شمتي ما جاتني الصدمه لان كنت متوقع اي حاجه ممكن وتسلمت الله عز وجل وصافي ودرتها في يد الله. انا كنت عارفه بان الارض تستقبله في النار اللي زاد وكنت راهن على هذا الشيء وقلت لهم انا ولدي باذن الله اي تدفن في استقبلوا الارض ان شاء الله باذن الله في النهار اللي في النهار اللي تولد فيه. تنموت عليه تنبغي بزاف وما صغيتش بيه ولكن فرحانه عليه تنبغي بزاف. ولدي مرضي وراضي عليه دنيا واخره الحمد لله والشكر لله. انا راضي عليه الدنيا واخره وتنبغي بزاف وما صغيتش بيه وهو انا عارفه هو مسالم وعارفه هذاك الشيء اللي زيد عارفه ولدي القلب ديالو هو هذاك الشيء باش انا تنخدم انايا انا غدا عقلانيه وخدامهش بعاطفتي وانا ندير هذاك الشيء ندير ما نديركش اللي يرضي ضميري ويرضي ولدي وانا انا محدوده الحمد لله لان الكادو ديال ولدي الهديه ديال ولدي هي الجنه في هذا النهار. انا متاكده بانه اعظم هديه لولدي في هذا النهار حتى واحد ما يعطي الولد كادو هي الجنه. وعلاش انا راه فرحانه انا راه واخا مكلوبه ولكن انا فاش نجي نجلس مع راسي تنبدا نبتسم تنقول شكون اللي في حالي انا راه ما كايناش شي وحده اللي في حالي هذا الشيء اللي كان والحمد لله ولله ما اعطى ولله ما اخذ. حنا حتى واحد حنا كنا مسخرين حتى شي واحد ما ديالوش شي حاجه الحمد لله والشكر لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكسيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.